ريال مدريد يحل ضيفا من امام لايبزيج الالماني. الريال متصدر هذه المجموعه برصيد 10 نقاط في المركز الاول في مواجهه لايبزيج، الفريق الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالنسبه للفريق الالماني. هنا على ارضيه ملعبه وبين جماهير الكبيرة الغفيرة الحاضرة المتواجدة هنا في هذه المواجهة. ريال مدريد 3 انتصارات في هذه المجموعة وتعادل. ريال مدريد الذي سجل 8 أهداف واستقبل هدفين، الهجوم الأقوى والدفاع أيضا الأقوى في هذه المجموعة، بينما في الجانب الآخر فريق نادي لايبزيج الفريق الألماني 6 نقاط تضع الفريق في المركز. والعرضية من بداية قوية مع الثواني الأولى، مع الناحية اليمنى خطيرة، فيني خطيرة، فيني عرضية، ولكن الدفاع يتدخل والكرة تمر إلى ضربة زاوية أولى. كرة فيها محاولة تمريرة بينية إلى منطقة نص الملعب، كرة مقطوعة تعود من جديد روديغر، وكرة إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية. لكن بعد ذلك التمريره ممتازه، اسينسيو عرضيه خطيره الى مطلع الموسم الماضي، لكن مرور رائع كامافينجا يمر يعدي يتلاعب يحاول ويحصل على خطا. فاصل مهاري مميز جدا من الفرنسي اول كره عرضيه لمنطقه الجزاء راسيو. هدف اول فعلها الفريق الالماني، فعلها لايبزيج عند الدقيقة 12. أصحاب الأرض يتقدم، إن كانوا يمر إن كانوا يعدي إن كانوا حاطة، غير معقول. الكرة تعود مرة أخرى خطيرة داخل المنطقة، إن كانوا قوية غير معقول ما يحدث هنا في ملعب المباراة. لايبزيج يفجر مفاجأة أخرى ويسجل الثاني في ريال، ولكن هنا محاولة كرة من أجل ثالث، مستمرة الكرة تسديدة في الزاوية البعيدة، ولكن كورتوا جاء بالبعيدة. كورتوا يتصدى، كورتوا يمنع لايبزيج، ثم تعود مرة أخرى ثم تعود قوية، لكن ناتشو على طول إمكانية الثالث وعرضية، وفاسكيز على طول بعدها. الخطر يأتي من كل مكان في لايبزيج، كرة عن طريق فاسكيز يمر وعرضية وداخل منطقة الجزاء، وكرة على طول فيها تغطية موجودة، تغطية موجودة من جانب الدفاع. رودريجو خطيرة، فرصة للريال من أجل العودة. بلاسويت يتصدى، رودريجو تسديدة البرازيلي، ولكن في نفس منطقة الجزاء خطيرة هذه المحاولة تسديدة. بلاسويت يتصدى الألماني فيها الآن، كرة خطيرة، فرصة الثالث، كرة الثالث، كرة خطيرة شواميني، وهذا كامافينجا الآن، فينيسيوس سهلة سهلة الكرة الأخيرة لم تكتو، يتوغل يدخل في منطقة الجزاء عرضية راسية. لا يمكن أن تأمن ريال مدريد، أنت من ريال مدريد. المواجهة هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ريال مدريد. كرة في الجهة اليسرى، تقدم موجود للأمام، ثم بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ يتم احتسابها في داخل منطقة الجزاء، يمر ثم يراوغ ويسد ومني محاولة فينيسيوس خطيرة، كرة التعادل. دقائق العشر الأولى تمضي من بداية شوط المباراة، عث عن المرور يمر يعدي يدخل يتوغل عرضية، كاما 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 فينجا خطير هذه المحاولة، لكن متوقع أن يحطم رقم في هذه الليلة على المستوى الشخصي بكل تأكيد، يبحث عن تجاوز للسير الآن، ترسل عرضية إلى منطقة الجزاء لكن الملعب. تيمو فيرنر، رودريجو مرور، تقدم توغل، عودة باتجاه فينيسيوس، كرة إلى رودريجو، لكن أيضا التغطية موجودة وكرة تتحول، تنطلق فينيسيوس 1-2، مروي عدي يتلاعب يراوغ، يراوغ فينيسيوس إلى هازارد، خطيرة للريال، خطيرة للريال، التعادل غير معقول.
غير معقول يا فيني. كرة العودة أهدرها فين من اليمين يقود الهدف يتوغل وكرة عرضية والثالث فيرنر ينهي على الريال ويضمن نقاط المباراة الثلاث فعلها تيمو فعلها فيرنر البرازيلي الآن رودريجو في المرمى في اللحظات الأخيرة الريال يقلص الفارق عن طريق البرازيلي رودريجو كما